بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحراره على السواحل الشماليه، حار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل البروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه. في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. النهارده كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء على مناطق متفرقه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غني، وعضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره. احنا طبعا ما زلنا بنتاثر بالاجواء الخريفيه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. يمكن بالامس كان في فرص الامطار على المناطق الساحليه، وبالفعل سقطت على بعض المحافظات وخاصه في قصر الشيخ، بعض مناطق من الاسكندريه، بعض المناطق كمان من الظفرليه، يعني محافظات شمال الوجه البحري. ده متوقع استمرار اليوم، يعني احنا اليوم متوقع استمرار وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وخاصه على المحافظات الساحليه، فهيكون معاها فرص لسقوط الامطار. الأمطار دي خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم وفي منطقة دون الأخرى. بالإضافة كمان هتتلاشى فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية، يعني ما فيش أي فرص أمطار في القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري أو جنوب الوجه البحري تحديدا. درجات الحرارة اليوم زي ما قلنا في الأول حول المعدلات الطبيعية، عظمى على القاهرة الكبرى، متوقع اليوم ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار. فبالتالي هيظل إحساسنا بالطقس فترة النهار طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، حر على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، الأجواء عليها أجواء حرة، وخاصة ده بيكون في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بالظبط، وبتنخفض كمان بشكل ملموس وملحوظ في ساعات الليل المتأخر، يعني ساعات الفجر والساعات الأولى من الصباح. الأجواء في الأوقات دي بتبقى أجواء مائلة للبرودة في المحافظات الشمالية تحديدا، ويمكن كمان محافظات شمال الصعيد. درجات الحرارة الصغرى عليها بدأت تنخفض وتكون 17 و18 درجة مئوية، فبدأت تنخفض بشكل كبير، خاصة ان المحافظات دي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. كمان في نشاط الرياح، كنت عايز اسأل حضرتك برضو على نشاط الرياح، هل هو ملحوظ فعلا في منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر النهاردة؟ يعني هل يكون الرياح محملة بالرمال والأتربة ولا رياح عادية؟ هو طبعا هيكون اليوم في نشاط للرياح بالفعل، خاصة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة، غير مثيرة لأي رمال وأتربة. يمكن بعض المناطق من الطور ممكن يبقى عليها بعض الأتربة والرمال المثارة، لكن ده يعني مش هتأثر بشكل كبير. يعني نشاط الرياح ده هيخلينا نساعد إن احنا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة كمان مع فترات المساء وساعات الليل في المناطق الموجودة في جنوب سيناء. نسب الرطوبة إحساسي بها بدأ يقل بشكل كبير، وخاصة فترات الليل بدأت أحس بانخفاض درجات الحرارة. لكن ده مش هيأثر على الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر؟ لا، هو مش هيأثر تماما، لان ده نشاط رياح نسبي، يعني احنا الحمد لله سرعات الرياح على البحرين معتدله تماما، البحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع الامواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 2 متر، البحر الاحمر ما بين 1.5 ل 2.4 متر، فبالتالي الحمد لله مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. كمان الشبوره المائيه خلينا ننوه عليها، لان الشبوره المائيه مع بدايه فصل الخريف بدات في بعض الايام كثافتها تزيد، يعني بدات تاثر على الرؤيه الافقيه، وهي بتظهر طبعا في فترات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي بتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا بتبدا
الشبوره المائيه في الاختفاء، تبدا الرؤيه الافقيه تتحسن تدريجي على اغلب الطرق. لكن مهم جدا دايما مع وجود الشبوره المائيه، وخاصه لما تكون شبوره مائيه كثيفه، تكون القياده بهدوء تام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. ويفضل دلوقتي واحنا بنخرج فتره الصباح الباكر الاطفال وهم راجعين المدارس، نبدا نزوق قطعه ملابس اضافيه تبقى ملابس خريفيه او معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجه الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هبداها من القاهره والعظمى 29، الصغرى 21، العاصمه الاداريه 29 21، اسكندريه 27 20، العلمين الجديده 27 21، مطروح 26 19، دمياط 28 21، بورسعيد 28 22، اسماعيليه 30 20، السويس 29 20، العريش 28 20، كاترين 23 15، طابة 29 20، حلايب 30 25، شراتين 33 25، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 32 22، الفيوم 29 19، بني سويف 30 19، الوادي الجديد 32 18، أسيوط 30 17، سوهاج 31 19، قناة 32 20، الأقصر 33 19، وأخيرا أسوان 34 20. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، لكن بنأكد مرة تانية أن الطقس خريفي معتدل، وفي انخفاض ملحوظ بيكون في درجات الحرارة مساء وفي الساعات الأولى من الصباح، ونخلي كمان بالنا من الشبورة المائية. هرجع مرة تانية منا وعبد الصمد علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وبالطبع الشكر موصول أيضا لدكتورة منار غانم. شكرا.